بسم الله. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ يا شباب، اول اشي انا اسف، صار لي زمان ما نزلنا لعبه البلياردو، وكانه صاير ربحت هواي بسس ربحت هواي ابو فله. لا والله، ولكن انا حاب انوع شيء في القناه بحيث انه اصعد اكثر، ما تظني على نفس المحتوى. انت بتعرفوا ليش؟ انه لعبه البلياردو اصبحت قديمه يا عزيزي المشاهد، نحن نحبها ولكن اصبحت قديمه، يجب ان نصل المليون. واو المليون. اقول اليوم يا شباب راح نلعب، دام انه راجع بقوه راح نلعب على الناين بول، لان بحب طاوله الناين بول، فاليوم حلعب على طاوله الناين بول واجل الجد ان شاء الله بندت غير بندت ما اقبل. فلا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان نوصل قديش هسه، قديش صرنا 135,000، نوصل 140. حطوا لنا اشتراك في القناه. تمام. وبالمناسبة عشان رجعت لكم لازم اضيفكم اشي. تعال اليوم جايب لكم كاسة نسكافيه، هيك هيك هيك، يعني اشي اسطوري، اشي اسطوري. ندوق او لا؟ انت لازم تدوق، مش انا اول عيب، لازم اول شيء. تفضل صحتين، دوري ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بتعرفوا انه اشي اسطوري؟ قبل لا نفوت باول جيم خلينا نذكر الله عز وجل، لا اله الا الله، ونصلي على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد. ليتس جو اول جيم. نوصل هذا المقطع قديش كم لايك يا شباب؟ دام اني رجعت لعبة البلياردو لازم نوصل كثير لايكات، كثير دقيقة، كثير 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 كثير. اسمه كاوا، مين هذا كاوا؟ انا بقول من باكستان، لا مش باكستان، والله انه خطر ببالي عراق، لا مش من العراق. شو هذا كاوا؟ اول مرة بسمع اسم كاوا. اقول خلينا نبص طب جميلة، تعال نجرب العصا اللي هي عصا اللي قلت لك عليها باخر اخر فيديو، هذه العصا نجربها بالطبشة. هاي تعالوا، قلت لكم راح العبوا بندات صح؟ صح. بسم الله 999. اوه ثلاث كرات، والله نار. طبعا يا شباب تتذكروا الشاب اللي لعبت معه بلعبة البلياردو على الحقيقة اللي هو شو اسمه؟ نزار التميمي. قلت لكم عنده بطولتين صح؟ هسه يا شباب هو في دبي وخاذ اول بكم جيم من البطوله وفازهم. لا فاز الاول شفته، بس بلش الجيم الثاني صراحه ما شفت البطوله الثانيه او يعني الجوله الثانيه، بس صراحه متحمس. بطوله العرب هي يا شباب، يعني مثلا نفترض انت من فلسطين، في شباب من فلسطين قاعدين ينافسوا بهي البطولة، يعني جميع أنحاء دول عربية قاعدين ينافسوا، عرفت شلون؟ سوريا، ليبيا، قطر، السعودية كمان، هو هن الشباب، هن ثلاث شباب أردنية، نزار، واحد أتوقع اسمه رعد، خفف هون، طيب كذا تيجي، حرام والله، والله العظيم حرام يا أخي، يا رب تسكر الزاوية الشمال، زم والله حرام يا زلمة، والله العظيم حرام. تعال ابق جيم يا زلمه، ما بده يلعب بندات، الشاب شكله ما معه فلوس، يلا عشان هيك ما معه فلوس، يعني عادي مش مشكله، حصل خير، جي جي عليه، جود جيم. بس يا اخي كيف ما فاتت معي يا اخي؟ جي جي يا زلمه، اول جيم خساره يا يحيى، يلا عادي، مو ادراك كيف يا شباب، هي عوده، جيم العوده، عرفت شلون؟ فالمهم ثلاث شباب اردنيه ونافسوا دوله السعوديه، فالشباب الأردنيين فازوا على السعودية، تحياتنا للجميع طبعا، تحياتنا للجميع. المهم هسه ننتقل للمرحلة الثانية، المرحلة الثانية صراحة مش عارف منو مين ومين، ما بعرف لأني ما تفرج عليهم بعدنا. كرة ناين، معلم ايه نلعب هسه يا شباب، ما عندي يا مرحميني، لازم افوز. معانا شاب 200 ليفل 258 واسمه عثمان، مين هذا عثمان؟ من باكستان. تمام، مش طبشتي كمان، حلو حلو حلو، حد الان ما طبشتش غير مره بالفيديو كامل، اشكرك جدا، اشكرك جدا. ما راح تلعبوا معي بندات، انا ما راح العب معكم بندات، اللي بدي يلعب معي بندات يلعب معي بندات، خلص خلص. انا جيب الثلاث، اخفف،
حشك كله، نجيب الخمسة هاي من الجاي. بتكون صراحة مو جاي شباب، لازم تميلوها كمان. هاي جاي، شفتوا كيف؟ لا تعلقي لي بس، علقت لي؟ لا تقولي علقتي، بالله عليك. الله يأخذك، بسم الله. يا اخي فن فن، ولكو فن، قسما بالله فن. قال لي ايبك جيم، والله العظيم فن يا زلمه. واو جد واو. طيب كيف نجيب هاي؟ بند 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 بند، تيجي يمين ايش مال، عفوا لا هيك مو جاي، هيك جاي. الله الله، اللي بعده نجيب السبعة، خفف، حلوة. خلاص يا شباب، بدي افوز انا، بدي اخسر. ها صحيح قال لي ايبك جيم، بس انا مش مصدقه. بضل من هو عشان من باكستان، مش مصدقه. تحياتي لاهل باكستان، صحيح انهم مسلمين بس صراحة بيغشوكم، يعني ممكن يسحبوا الجيم. شايف عسري طلع. لو بدي العب اللعبة مرة ثانية. اللي بعده اللي بعده، مع انهم يوم مرمحيني. واحد يقول لي ايبك جيم، ما ايبك جيم ما في. يا شب برضو من مكسر. اهلا اهلا، نورت. باذن الله غير اطبشها واجيب الجيم. بسم الله، شوف الناين كيف تفوت. اي والله قال لي ايبك جيم يا زلمه. ليش تفوتي؟ لا ممتاز انها فاتت لانه اصلا. طب اوكي ايبك جيم تعال، مش قال لي ايبك جيم؟ تعالوا انا بدي اقول له ايبك جيم. قال لي هو ايبك جيم، انا فعلا بدي اقول له ايبك جيم. اوكي اوكي ماشي ماشي. هذا اول بند لعيون شواربكم، وهي احلى شيء كاس نسكافيه، خلينا نشربها. اللي بعده نجيب الاثنين. هاي جاي، نقول لا 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 لا. والله الحمد لله ما سكرجت. ارجع خصم، لا هيك كمان، هيك هيك جاي، ابلع. نجيب هاي بندين بس، يا رب يا رب انه ما يغش. والله العظيم اللعب الحلو. خلاص كن صادق في لعبك، ما بتلعب بندات خلاص، لا ترد علي وخلاص. هاي جاي ان شاء الله، كمان كمان كمان، بصيبها بس بتيجي معي شمال فوق. لا طب راح احاول اجيبهم. اوكي باذن الله، غير انها تيجي. لا راح الوقت يا اخي، والله مو متبع الوقت اقسم بالله. يا رب يلعب معي بندات، يا رب يلعب بندات. والله شو بيلعب بندات، كفو عليك يا بطل، كفو عليه والله، والله كفو عليه. قديش نسبة عنده؟ 60%، حلو. فكات الله ينصب عليه، بس راح الوقت والله، كانت ضل حلو لو انها جت. حجيبها شمال فوق، هاي جاي. طب واللي بالسبعة كيف؟ طب ارجع خصم اقوى، هاي اقويها. كيف شفت؟ طيب هلا انا بقدر افوز على فكرة، بقدر افوز بواسطة الناين، هيك عرفت شلون؟ بس انا ما بدي افوز، ليش؟ لانه احنا قاعدين نلعب ايبك جيم. ان شاء الله انه ايش ايش جاي، بسم الله. عادي عادي، الا من الواحد يخربط يعني، بس يعني كل واحد مش لازم يكون محترف اسطورة يعني. دائما عرفت شلون؟ هاي مو جاي معه، اذا خفف طبعا. كفو، جي عليك. كيف تجيب هاي؟ هاي تجيبها شمال. اوكي يمين، اوكي، بس لازم يلفها كمان. لف كمان، لف كمان. اوووو كفو، جي جي، بيع لي لعيب، بيع لي لعيب حلو.
عشان كده تجيب الناين. اوكي هذا معلم على السريع بيلعب. حلوة أفكار والله، حلوة حلوة أفكار. طيب أجيب له يا بند حلو، طب هون إن شاء الله يا رب إنه يزبط، إذا ما زبط خلاص يعني يقدر، لو ما شاء أفعل إنه ما تزبطش معي. لازم هي جاي بإذن الله. وين جاي معلم؟ إزاي؟ إزاي يا جدع؟ أنت صيبها. أوكي بدي أخذها يمين. حلو هذا البند. والله كفو عليه، والله كفو عليه. تعال تلعبه مرة ثانية، تلعبه مرة ثانية. هو بند يعني نقول ثلاثي لا بأس فيه. ستمية واثنين وثلاثين وطمشته. جميل جميل جميل. تعال تعال أتحداك تحدي تلعب معي بندات. تعال بدي أقول له أول شيء إبك جيم، بدي أحكي له شغلة، شغلة سرية أحكي له إياها. ترى بدي اقول له فيلز جود مان. شو معنى فيلز جود مان؟ يعني اشعر انك رجل كويس يعني. قلت شلون؟ باذن الله نلعب معي بندات. على فكره الواحد علقت، ما راح يقدر يجيب الواحد. ولا بيقدر؟ لا تقول لي بيقدر، مستحيل. والله ممكن يقدر ترى، ها؟ ممكن ترى يقدر. والله بيحسن يا شباب. يا شباب بيحزن. هل تفكر ولا فيه ما افكر؟ ما لعب معي بندل. تعالوا نلعب له هذا البند الاولاني، هذا نعمل له زي هيك. تطلع هذا البند يا شباب، هذا البند الاسطوري ما حد بيقدر يسوي الا يحتي فيه فقط. ايبك جيم. شو الجيم؟ شو البند هذا المعفن هذا؟ ايه ده؟ تتكلم ايه يا اسطى؟ ايه البند ده؟ طبعا بدوش يلعب معي بندات، تمام. عشان ما راح يلعب معي بندات، باذن الله اذا بصير دوري والله ما راح العب له بندات. تمام. سكراج؟ تمام. انا حلفت بالله عز وجل اني ما العب له بندات. نجيب الازرق بهذا الشكل. بعدين نجيب الثلاث، تعال. تعرف هذا هاي اللعبة التخبيصية اللي لعبها هسه، ما لعبها بند، هاي تخبيصية. نجيب الخمسة، نجيب الستة هسه. وين ستة شمال؟ بدي أتحدى مرة ثانية، استنوا شوي بدي أتحدى مرة ثانية. تعال بس أقول له ليست بلاي أجين، بدي أقول له ليست بلاي أجين. هيا ليست بلاي أجين. هسه لست بلاي اجين، يا رب يقبل. اخفف بهذا الشكل، نجيب الناين. تعال تعال تحداني مرة ثانية، تعال تلعب معك مرة ثانية. فشر فشر انك تلعب معي مرة ثانية. معانا يا شباب هذا ابو، اتوقع بيعرفني الشاب من تركيا، هي بيعرفني الشاب. تعال نقول له ايبك جيم. تعال ايبك جيم يا حبيبي. ما بده يطبش عشان ما شو. ها يا حبيبي نقول له فوت كره. تعال بركي فوتنا كره ان شاء الله. بسم الله. ولا كره. يلا العب يا اخوي، العب العب، نشوف كيف راح يلعب الشاب. بندات طبعا، بندات يلعب. بدي احاول اجيب الثلاث، هي مو جاي، هي مو جاي. لا تقول لي جاي، مستحيل جاي الثلاث، مستحيل. طيب هسه دوري راح العب له بندات. ناخذ الاثنين، فلازم نفكر للاثنين بهذا الشكل. كمان علقت لي. طيب 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 يا يحيى، طيب طيب يا يحيى، راح احاول نجيب الثمانية.
بعد الشكل بسم الله. حلوة. أجيب الثلاث وعندي هسه الأربعة. بس أقويها شوي بهذا الشكل. بسم الله. كمان كمان روحي روحي روحي. حلو. هسه بلعب الأربعة. أرجع خصم بهذا الشكل. هلا بلعب الخمسة. خمسة وين؟ خمسة وين؟ خمسة يمين تحت. معقول تيجي معي؟ بس بدها تخفيف هي، ما ترجع خصم هيك. طلعوا شلون؟ بس فوتي. اه كويس. هلا بضل عندنا الستة والسبعة. هاي جاي. واو! نجيب السبعة بهذا الشكل. بيطلع عندنا هسه الناين. الناين حجيب له اياها على نفس الجيب. بس كيف بدي اجيب له اياها على نفس الجيب؟ نحاول نصعبها شوي. طيب اوكي من هون. يا رب انه ايش تزبط معي. المشكلة يا شباب تدرون شو؟ أنا إذا قويتها حتضرب بالحفة. أنا هيك متوقع أن أضرب بالحفة تعيد النص، فما راح تزبط معي. يلا جي 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 جي. وين تجيب هاي؟ بدي اخذها كيس شوت نص تحت نص فوق. يا نص تحت يا نص فوق، تقول له ليش؟ لازم يحدد لي. هاي شانس بعتبرها، هاي شانس. هاي شانس، هي جاي مباشرة تحت. لا تقول لي تلف الأردن عشان تيجي نص. القادم أحسن بإذن الله، ودمتم في أمان الله. ترقبوا الفيديو راح ينزل بعد هذا الفيديو، يعني مش بعده بعده بعد ساعة، لا ممكن الله أعلم متى، المهم بعد ساعات. المهم راح ينزل بعده هذا الفيديو إشي أسطوري. استنوا، بدكم إشي؟ بدكم إشي؟ دمتم في أمان الله، السلام عليكم.